البلدان المتقدمة كل كندا يعني فيها الكونفور وعيشة مرتاحة على الأخر. سانون بيش اللي يتربى في تونس وعاش في تونس يبقى ديما يحن لها. حبيت نرجع سبيسيال مو معناها لمنطقتي اللي هي سيدي بوزيد وننفستي فيها ومعناها ونحاول نقدم البلوس. سمعت عن طريق واحد من أصدقائي عن البروجي هذا أغري برونور أبويي بار لجي إزاد. حبينا ننوعوا شوية ونجيبوا يعني برودوي خارج على نيفو ناسيونال وانترناسيونال. الحمد لله أنا جي بري لينيسياتيف أنه نحضر البروتيتيب متاعي وحضرت الدورات التكوينية. هما حد الآن قاعدين يحضروا فينا معناها للبروجي وقاعدين يعملونا في دي سيونس دو كوتشينج. بديت معناها عملت أم بتي تيست للكينوا في سيدي بوزيد ونجحت. إن شاء الله نوصلوا لـ 100 هكتار في الزراعة متاعنا. الفيلوزوفي متاع التسويق متاع البرودوي متاعي أنه الانتاج في الأول يعني باش نحاول نعمل دي كونفونسيون مع دي بتي أغريكلتور، هذا خلافا يعني للتصدير. التصدير يعني فاتح أبوابه على مصراعيه في المادة هذية، وإن شاء الله نوفروا لهم يعني برودوي أبري معناها ريزونابل على الأخر إن شاء الله. جربنا عم نول الكينوا اللي هي مع بحث تونسي، نلقاوها مشات بكيفيه باهيه. الخاصيه نتاعو هو دواء للناس اللي عندهم مشاكل في المعده واللي ما ياكلش الجلوتين. منتوج معناتها واعد، منتوج اللي هو العالم قاعد توا يتمشى فيه، مش يحبوا يعوضوا به نوعا ما الحبوب.